أهلا بكم من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الأصدار رقم 1804 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. التقرير التالي يستعرض التفاصيل. عقدت غرفة البحرين الاجتماع الافتراضي للجمعيات العمومية العادية للغرفة، وذلك عبر وسائل الاتصال الإلكتروني بصفة استثنائية في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الجميع مؤسسات المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا. وتم في هذا الاجتماع الافتراضي مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال، وهي التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في 25 من شهر إبريل لعام 2019، مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2019، مناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجية عن سنة المالية 2019، تعيين مدقق الحسابات الخارجي. نشرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين أحدث تقاريرها بشأن قياس جودة الخدمة الذي يسلط الضوء على أحدث المستجدات والتطورات فيما يتعلق بشبكات الجيل الخامس. وأوضح التقرير أن أقصى سرعات شبكات الجيل الخامس التي تم قياسها قد تجاوزت جيجا بايت واحد في الثانية، وبلغ متوسط سرعات شبكات الجيل الخامس بما يقارب 600 ميجا بايت في الثانية. وقال مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة المهندس محمد بن عبد الله النعيمي إن الهيئة تجري هذا التدقيق بانتظام من أجل مراقبة الوضع الحالي لتغطية خدمات الهواتف المتنقلة في مملكة البحرين، ولتمكين المهندسين من اتخاذ القرار الصحيح بشأن المشغل الذي يغطي منطقتهم. أجمع محامون ورجال أعمال ومصرفيون على أن الخدمات الإلكترونية القضائية والعدلية لها مزايا عديدة في توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف إن مملكة البحرين تسعى لأن تكون مركزا ماليا عالميا، حيث يعتبر تقديم الخدمات القضائية عبر القنوات الإلكترونية أهم عامل لجذب المستثمرين وتوفير البيئة الاستثمارية وفقا لمتطلبات العصر الحديث. أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية أبي كورب مصادقة الجمعية العمومية على زيادة في رأس المال القابل للاستدعاء ليرتفع إلى 8,500,000,000 دولار، وذلك خلال الاجتماع السنوي العام للجمعية العمومية. وقد تمت زيادة رأس المال المصرح به للشركة إلى 20 مليار دولار، ورأس المال المكتتب به إلى 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى تحويل 500,000,000 دولار من الاحتياطات العامة والأرباح المحتجزة للشركة إلى رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل.
وقال الدكتور أحمد علي عتيقة الرئيس التنفيذي للشركة أن هذه الزيادة في رأس المال ستتيح إمكانية تحقيق أهدافهم كشريك مالي موثوق لقطاع الطاقة في الدول العربية. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعهدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع بنسبة 47%، مغلقا التداولات عند مستوى 1312 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4,175,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 877,000 دينار تم تنفيذها من خلال 58 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة مشاهدينا إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فقد أغلقت جميعها باللون الأحمر، وكانت أبرز الخاسرين في نهاية تداولات هذا اليوم سوق دبي المالية التي أقفلت على تراجع نسبته 3.5 نقطة تقريباً. أعلنت الحكومة المملكة العربية السعودية حزما تحفيزية للاقتصاد السعودي بما يتجاوز 60 مليار و300 مليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتعادل حزم التحفيز الحكومية للأفراد والمنشآت والمستثمرين نحو 8.16% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وتعد نسبة التحفيز إلى الناتج المحلي السعودي بين أعلى معدلات مقارنة بأكبر الاقتصادات في العالم، حيث تسبقها 3 دول فقط وهي ألمانيا واليابان والولايات المتحدة. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. شركة فيرجن استراليا تفلس وتسجل لقب أضخم شركة طيران تنهار بسبب كورونا على مستوى العالم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دراسة الولايات المتحدة إضافة ما يصل إلى 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لأمريكا. وأوضح ترامب أنه ينوي الاستفادة من الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط الخام من أجل ملء الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، ويأتي ذلك بعد أن تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف وهوت إلى أكثر من 306% ليصل سعر البرميل إلى -$37.63 للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية. قالت وزارة المالية الألمانية أن الإجراءات لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد تلحق ضررا شديدا بقطاعي الخدمات والتجزئة على وجه الخصوص، مضيفة أن إغلاقات المصانع قد تدفع أيضا لإنتاج الصناعي للتراجع. إلى ذلك قال اقتصادي بمعهد إيفو في وقت سابق إن اقتصاد ألمانيا قد ينكمش بما يصل إلى 20% هذا العام بسبب تأثير كورونا. تتوقع وزارة الخزانة الإيطالية انكماش اقتصاد إيطاليا بحوالي 8% هذا العام، وهو ما يبرز التأثير السلبي للعزل العام في أرجاء البلاد.
الذي فرض لمكافحة تفشي فيروس كورونا. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيستعيد عافيته العام القادم مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ما بين 4 و 4.15%. ولا تشمل التقديرات التأثير الإيجابي لحزمة تحفيزية سيتم الموافقة عليها في وقت لاحق هذا الشهر. قالت كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي إن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد هي الأسوأ منذ الكساد العظيمة. وأضافت جورجيفا خلال مؤتمر صحفي عن بعد لوسائل الإعلام البلغارية أن تداعيات الفيروس تخفض اقتصادات 170 دولة في أنحاء العالم هذا العام. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أعلنت شركة فيرجن استراليا التي تعاني من ضائقة مالية قرارها بالتوقف عن الدفع لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في العالم تنهار جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد. وذكرت الشركة في إشعار إلى البورصة الاسترالية أنها تعتزم الاستمرار في تشغيل رحلاتها الجوية على الرغم من أن مصيرها أصبح في أيدي حراس قضائيين. ويبلغ عدد موظفي الشركة حوالي 10,000 موظف وتواجه ديونا تزيد على 5 مليارات دولار استرالي.